نشوف الآن problem 10. السؤال بيحكي لنا determine the support reactions at the smooth journal bearings A, B and C of the pipe assembly. إذن في عندي هذا الشكل، في عندي pipe assembly تجميع pipes، وفي عندي supports A و B و C، وبنطلع reactions اللي فيهم. طيب فنبدأ البداية العادية في السؤال، بدنا نحدد أو نرسم الفري بودي دايجرام حتى نحدد الفورسز على كل سبورت. ففي عندي هون external force 450 نيوتن، بصفي عندي A و B و C. الآن واضح إنه A بيسمح للجسم بالدوران حول الـ X axis، ما عنده مشكلة، أو بالحركة من خلال الـ Y axis. نعيد السؤال، ليش هون إحنا ما منعين مومنتس ناتج عن السبورت؟ ما أنا بعرف إنه سبورت زي هيك ممكن يعمل مومنت يمنع الجسم من الدوران، مثلا هذا بيمنع الجسم من الدوران بهذا الشكل، يعني حول الـ X axis، هي الـ X axis هون، فبمنع الجسم يدور حواليه، يدور بهذا الشكل. ليش ما منعين المومنت؟ لأنه الجسم مثبت من كل أطرافه، وبالتالي لو مر معنا سؤال الجسم قابل للدوران حول النقطة، وبالتالي رح يكون حول المحور، رح يكون في عندي مومنتس على المحاور الأخرى اللي بيمنع فيها الجسم من الدوران، زي ما رح تشوف بسؤال 12 كمان شوي إن شاء الله. بس هون ما في داعي أي مومنتس، إنه ما في دوران نهائيا، الجسم مثبت من كل أطرافه، فصفت عندي بس إيش؟ بس الفورسز. هذا الجسم بالنسبة لمحور X قابل للحركة، لكن بالنسبة للY بالنسبة للزي غير قابل للحركة. إذن في عندي supports هون باتجاه الY وباتجاه Z راح تكون موجودة. إذن في عندنا AZ راح يكون في عندي AY. الآن البي شوفوا قابل للحركة بشكل موازي للY، إذن راح يكون في عندي BX وراح يكون في عندنا BZ. بالنسبة للسي قابل للحركة على محور موازي للإكس زي وزي هذا الضلع اللي هون، إذن رح يكون في عندي AY أو CY، ورح يكون في عندي للأعلى هيك CZ بهذا الشكل. تمام، الآن نبدأ في تطبيق الكونسترينتس اللي عندنا. نبدأ زي ما احنا شايفين البداية تكون بمحور الإكس حتى نتخلص من البي إكس مباشرة. أنا ما عندي على محور الإكس إلا one force اللي هي بي إكس، ولهذا نحكي إنه summation إف إكس تساوي صفر، ولهذا رح يكون عندي بي إكس تساوي زيرو. الآن نروح على محور آخر. في إحنا عندنا ست احتمالات، آخذ سيجما إف إكس، سيجما إف واي، سيجما إف زد، ام اكس ام واي ام زد، المومنت على المحاور الثلاث. لو تاملنا بنلاقي شباب انه اي زد واي واي بتمر في المحور زد، البي زد موازيه لها، السي زد موازيه لها، الفورس هاي موازيه لها، صف عندي بس البي اكس اللي اصلا صفر، وعندي السي واي، ولهذا اذا طبقنا المومنت على الزد اكسس راح نحصل على قيمه السي واي، ولانها لحالها اكيد راح تكون قيمتها بتساوي صفر. إذا راح نحكي الآن مباشرة إنه summation m z تساوي زيرو. الآن a z و a y ما إلهم مومنت، حكينا ال b z ما إلهاش، ال b x صفر أصلاً، فال 450 موازي، ال c z موازي، ما في. إذا صف عندي بس مين ال c y. إذا ال c y ضرب المسافة تاعتها، لاحظوا هي اللاين أوف أكشن لل c y، تبعد عن ال z axis هاي المسافة اللي هي 1 متر يساوي صفر. إذا راح نحصل على سي واي تساوي زيرو. إذا السي واي تخلصنا منها. إذا الأشياء الصفر أنا راح أشطبها من الرسمة، راح تطلع إذا عندي البي إكس بتساوي زيرو والسي واي بتساوي زيرو. تمام، الآن ننتقل للخطوة اللي بعدها. ناخذ الآن مدام أنا تخلصت من السي واي، لاحظوا محور الواي فيه عليه بس تو فورسز اي واي والسي واي، والسي واي طلعت صفر، إذا ضل عندي الاي واي استفردنا فيها. فمباشرة الآن بنحكي إنه summation fy بتساوي صفر، ما في عندي إلا الAy لحالها، Ay بتساوي زيرو، وبالتالي حصلنا على Ay أيضا بتساوي صفر. تمام، إذا هاي راحت من هون Ay. أوكي، إذا صفى forces على الX ما عنديش، forces على الY ما عنديش، الforces الوحيدة الموجودة هي على الZ axis اللي هي AZ BZ CZ بالإضافة لل 450 نيوتن. إذا لاحظوا ثلاث مجاهيل، أنا بحتاج إلى ثلاث معادلات، ثلاث معادلات موجودة، معادلة الزد
اف زد ومعادله ام اكس ومعادله ام واي. نبدا فيهم مباشره. فبنحكي لو بدينا بمعادله المومنت على محور الاكس، هذا هو محور الاكس، راح نلاحظ انه اي زد بتمر في محور الاكس والباقيات بيعملوا مومنت حواليها، ولهذا سميشن ام اكس بيساوي صفر. الان بيزد مجهول، ان بعد اللاين اوف اكشن عن محور الاكس، هذا محور الاكس، هاي المسافه اللي هي 0.6. واضح انه البيزد بتلف الجسم حول الاكس، بترفعه من يمين الاكس وتنزله في الخلف، اذا هي بتعمل دوران عكس عقارب الساعه وراح يكون بوزيتيف. والسي زد مثل هو ال 450 بتكون مع عقارب الساعه، اذا زائد سي زد في المسافه اللي هي 0.6 1.2 ناقص 450 مسافتها نفس مسافه السي زد عن الاكس اكسس، المسافه هي 1.2 كله بيساوي صفر. فراح نحصل على، لو قسمنا على 0.6 راح يصفي عندي هون 2 وهون عندي 2، اذا بي زد زائد 2 سي زد، هون صفى 2 في 450 900 يساوي 900، اذا المعادله فيها مجهوله. تمام، فبضطر اخذ الان معادله اخرى، ناخذ معادله الام واي. معادله ام واي summation ام واي تساوي صفر. هذا هو الواي اكسس، فواضح الاي زد ما بتاثر عليه، البي زد بتعمل مومنت حواليه، والسي زد كذلك، وال450. فراح يطلع عندي، لاحظ انه البي زد والسي زد اللي على يسار الواي نحو الاعلى بيسوي مومنت حول الواي مع عقارب الساعة، ال450 عكس، اذا راح يكون الثنتين نيجاتيف. ابدا بالبوزيتيف، بنحكي 450 ان كم مسافتها عن الواي هي 0.6 ناقص بي زد مسافتها ايضا 0.6، والسي زد مسافتها هي 0.6 و0.4 اللي هي 1 ناقص سي زد المسافة اللي هي 1، كله بيساوي صفر. اذا لو نقلنا السي زد والبي زد على الطرف الثاني راح نحصل على 0.6 سي زد واحد سي زد زائد 0.6 بي زد كله بيساوي الان 0.6 ضرب 450 يعني 6 في 45 90 في 3 270. اوكي، هيك حصلنا على معادلتين مجهولين، حلهم بكل بساطة. فنظام الإيكويشنز 5 معادلتين مجهولين اللي هي رقم 1، المعادلة الأولى بي بعدين السي بعدين الثابت، إذا 1 و2 900 1 2 900. المعادلة الثانية بدي البي زد بالأول، نفس الترتيب اللي هون 0.6 1 270 0.6 1 270 الناتج راح يكون ناقص 1800 اللي هو الرمز الأول بي زد، إذا بي زد راح تساوي ناقص 1800 نيوتن، إذا أنا عرفت إنه اتجاهها عكسي أنا راسمه. وأيضا راح نحصل على السي زد بتساوي 1350، إذا سي زد بتساوي 1350 نيوتن. تمام، ايش ضل عندنا؟ ضل عندنا ال A Z. الآن بنطبق معادلة Z axis force، فبنحكي summation F Z بتساوي صفر. ال forces على محور ال Z هي التالية، انت ال A Z وال B Z وال C Z وال 450 بتعاكسهم، إذا A Z زائد بي زد سالب 1800 اللي هي فعليا بالعكس، زائد السي زد اللي هي 1350 اتجاهها صحيح، ناقص 450 لانها للاسفل، كله بيساوي صفر. اذا اي زد راح تساوي 1800 زائد 450 ناقص 1350.
إذن 1800 زائد 450 ناقص 1350، فالجواب 900 نيوتن. تمام، هاي بروبلم 10. نشوف بروبلم 11 الآن. بروبلم 11 شباب، زي ما انتم شايفين قدامكم في عندي زي صندوق بوكس مربوط بحبل في زاويته الاولى زاوية B، وحبلين في الزاوية C، وفي عندي هون فورسز بتأثر عليه، وفي عندي هون سبورت اللي هو بول اند سوكيت. فبحكي لي في السؤال determine the force developed in the short link BD and the tension in the cords CE and CF and the reactions of the ball and socket joint A on the block. هاي الأشياء المطلوبة منه. تمام، طبعا واضح هون انه في عندي 3 forces جاية من عند البول and socket، وفي عندي الفورسز في هاي الكوردز واللينك بي دي. اللينك بقدر اعتبره كأنه كورد، كأنه حبل. فالبداية بتكون من تعيين الفورسز، يعني الفري بودي دايجرام. فانا لو رسمت الجسم هون، الفورسز اللي عندنا بداية في عندي 3 فورسز، النقطة جاية من البول اند سوكيت. لاحظوا انه في عندي هون فورس باتجاه الاكس اكسس بوزيتيف، فانا بفرض انه هون في عندي فورس باتجاه نيجاتيف اكس اكسس او بوزيتيف، ما بتفرق، خليها على البوزيتيف. في عندي هون اي اكس واي واي، نحطهم كلهم اي واي واي زد نحو العالم. هاي هي النقطة اي. الان في عندي هون 6 كيلو نيوتن، وفي عندي للاسفل 9 كيلو نيوتن. الآن في عندي عند النقطة B في عندي تنشن نحو الأعلى، خلينا نسميها FBD أو FB. وفي عندنا كذلك هون عند C 2 tensions، واحد باتجاه الـ Z واحد باتجاه الـ negative X. إذا في عندي هون T نسميها TC، وفي عندي بهذا الشكل بهذا الاتجاه TF نسميها F. تمام، فالمطلوب الآن إن نطلع الـ unknown forces اللي هي AX و AY و AZ، هذول الثلاث زائد FB و TC و TF زي ما احنا شايفين. تمام، فـ 6 unknowns نحتاج لـ 6 معادلات لحلها. فالبداية بتكون بشكل واضح على محور الواي، نبدأ بالفورسز على الواي اكسس. ليش على الواي اكسس؟ لأن عندي بس one force على الواي اكسس زي ما انتم ملاحظين، اللي احنا نسمها اي واي. فسميشن اف واي تساوي زيرو، عندي بس الاي واي لحالها، اذا اي واي بتساوي زيرو. اذا عرفت، خليني اشطبها من الرسمة. اذا هاي راحت، هاي زيرو. بعد هيك نروح ل نشوف المومنتس، لانه الاكس عليها اكثر من فورس، اكثر من مجهول، والزد طبعا اكثرهم على الزد، ولهذا نبدا بالمومنت. فناخذ مثلا المومنت على الاكس اكسس، هذا هو الاكس اكسس اللي هون، هذا المحور. هذا المحور شباب اي اكس بتمر فيه، والاي زد بتخترقه، والاف بي كذلك، وال6 كيلو موازيه لها، والتي اف موازيه لها. اذا شو ضل؟ ضل عندي التي سي والنون فورس اللي 9 كيلو نيوتن. ولهذا راح يكون في عندي summation m x بتساوي 0. راح يكون عندي هاي الاكس، طبعا التي سي بتلف الجسم حول الاكس اكسس عكس اقارب الساعه،
بينما التسعة كيلو بتلف مع عقارب الساعة. إذا رح يكون في عنا تي سي في المسافة اللي هون، هي واضح 3 متر، إذا ضرب 3 ناقص 9 كيلو ضرب المسافة أيضا 3 بيساوي 0. إذا رح تطلع معنا تي سي بتساوي 9 كيلو نيوتن، متساويات لأنهم متعاكسات في الاتجاه ولهم نفس البعد عن المحور، فلازم مقاديرهم تتساوى. إذا هيك خلصنا من الـ AY والـ MX، أوجدنا 2 unknowns. إذا هاي الـ TC نعرفت، صارت معلومة بالنسبة لنا. الآن نأخذ مثلا المومنت على الـ Z axis. الآن ليش الـ Z axis؟ لأنه الـ Z axis عندي هاي الفورس منطبق عليه، هاي موازية له، هاي موازية له، هاي موازية له، صف عندي حول الزد. الـ TF بتعمل مومنت والـ 6 كيلو بتعمل مومنت. ولاحظوا ان البعد تاعهم نفسه عن الزد اكسس، اللاين اوف اكشن، هاي اللاين اوف اكشن لها هيك، هاي اللاين اوف اكشن لها هيك، لهم نفس البعد عن الزد اكسس، ولهذا راح يكون مقاديرهم متساويه. انا راح استنتج مباشره من سميشن ام زد بتساوي 0 انه التي اف بتساوي 6 كيلو نيوتن. راح يطلع منها نفس اللي هون، قوتين متساويتين ومتعاكستين، مومنتهم يعني كل واحد له إشارة مختلفة، فمجموعهم صفر ولهم نفس المسافة، فالمسافة راح تختصر وبالتالي يطلع عندي تي اف بتساوي 6 كيلو نيوتن اللي هون. تمام، إذا هاي تي اف أيضا أشمالها انعرفت، فصف عندي المجاهيل في السؤال اف بي وأي زد وأي اكس. الآن الخطوة اللي بعديها بناخذ المومنت على الواي اكسس، هذا هو الواي اكسس هون، هيك بهذا الشكل. فالمومنت على الواي راح يساوي 0. طبعا انا نشوف الواي، لان التي سي بتمر في الواي والاف بي بتمر في الواي، هاي الواي شايفينه الضلع اللي هو المستوى السفلي مش المستوى العلوي، فالتي سي بتمر، الاف بي بتمر، A X بتمر في الواي، والستة كيلو بتمر في الواي، فراح يصفي عندي المومنتس اللي بتنتج على الواي أكسس هي التالي. أول واحدة فيهم اللي هي تي إف، التي إف لاحظوا إنها في مسافة بتلف الجسم حول الواي أكسس، ولاحظوا إنها بتلفه مع عقارب الساعة، راح تكون إذا نيجاتيف، إذا ناقص تي إف اللي هي قيمتها بتساوي 6 كيلو نيوتن ضرب بعدها عن الواي، المسافة هذه هي 1.5 متر، 1.5 متر في 1.5. إذا خلصنا من التي اف، تي سي قلنا بتمر والاف بي بتمر في الواي. لأن نيجي هون اي اكس بتمر في الواي، الاي واي طبعا صفر، إذا بدي اخذ الاي زد، الاي زد ما بتمر في الواي اكسس ولا موازية لها، والمسافة اللي هون هي نفس المسافة اللي هون، هي عبارة عن 4 متر، إذا راح يكون في عندي، ولاحظ الدوران أيضا زي التي سي تي اف، راح يكون الدوران مع عقارب الساعة حول الواي اكسس، إذا عندي ناقص اي زد في مسافتها، هاي المسافة اللي هون هي عبارة عن 4 متر، 4 متر. تمام، نيجي هون عندي بتمر في الواي، عندي 9 كيلو نيوتن بتعمل مومنت عكس التي سي وال عكس التي اف وعكس الاي زد، بتعمل عكس اقارب الساعة حول الواي اكسس، اذا في عندي زائد 9 في المسافة تاعتها اللي هي ايضا 4 متر بيساوي 0. إذن راح نحصل على AZ ضرب 4 تساوي هذا المقدار زائد هذا المقدار، طبعا ده قسم على 4 حتى طلع الناتج بعد ما أكون نقلتها وصارت موجب، فراح يكون عندي 9 في 4 اللي هي 36 ناقص 6 في 1.5 اللي هي 9 27 تقسيم 4، تقسيم هاي الأربعة، فالجواب رح يطلع 6.75، إذا 6.75 كيلو نيوتن، هيك أوجدنا AZ. إذا لاحظوا خلصت MX، خلصت MZ، خلصت MY، انتهينا منهم. الآن خلصنا FY، ضل عندي FX وضل عندي FZ، فنبدأ فيهم بالترتيب. summation FX بتساوي 0، إيش رح يطلع لي؟ خلينا نشوف.
الاكس اكسس عندي 6 كيلو والتي اف اللي اصلا معلوم والاي اكس فقط. اذا رح يكون عندي اي اكس زائد 6 ناقص التي اف اللي هي بتساوي 6 يساوي 0. اذا رح يطلع معنا انه اي اكس بتساوي 0، لانه رح يضرب على صفي اي اكس بتساوي 0. اذا اي اكس هاي طلعت معنا 0. الان ضل عندي مين؟ ضل عندي الزد اكسس سميشن اف زد بتساوي 0، وعندي طبعا مجهول واحد ضل اللي هو اف بي. ف اف بي هون احنا وجدنا الاف بي ما وجدنا. اذا عندي اف بي لاعلى، اي زد طلعناه 6.75 لاعلى، عندي هون ناقص 9، وعندي هون زائد تي سي. التي سي اللي اوجدناها 9 يساوي 0، 9 بتروح مع 9. اذا اف بي بتساوي ناقص 6.75 نيوتن. اذا فعليا الاف بي راح تكون اتجاهها نحو الاسفل وليس نحو الاعلى زي ما احنا فرضناها. بهاي الطريقة بنكون اوجدنا الـ 6 forces كلياتها. تمام، الوحيد اللي اتجاهها عكس اللي فرضناه هي الـ FB اتجاهها نحو الأسفل وليس نحو الأعلى. تمام، بقيت عندنا الآن شباب المسألة الأخيرة في هاي المجموعة اللي هي مسألة 12. مسألة 12 بسيطة لكن مهمة، بسيطة لكن مهمة لأنه فيها فكرة إضافية وهي كالتالي. الآن السؤال بيحكي لنا determine the components of action that the thrust bearing A and cable BC exert on the bar. إذا عندي هذا البار وفي عندي two support A و C thrust bearing وفي عندي الكابل اللي هون أو الكورد. ف إذا بنلاحظ بالنسبة لل free body diagram بداية بيقدر الجسم يتحرك باتجاه ال y axis لكن ما يقدرش يتحرك على ال x وعلى z. إذا في عندي force باتجاه ال x وفي عندي force باتجاه ال y بسميهم f z اتجاه ال z. لكن لاحظوا إنه هذا الجسم طرفه اللي هون ممكن يدور قابل للدوران لأنه الحبل ما بيمنعه إنه يدور. اللي بيمنعه إنه يدور هو هذا. الآن لاحظوا إنه الدوران حول ال y axis متاح، ما في مشكلة. لكن لو حاول هذا الجسم اللي مثبت بهذا الشكل، يعني هي نقطة A هي هيك كأنها جاية، لو حاول انه يدور حول الواي حول الزد ما بيقدر، لو حاول يدور حول الاكس ما بيقدر، مثبت ما بيقدر، بس حول الواي ما في مشكلة. هيك بيدور حول الواي اكسس، هي الواي اكسس هيك هو هي الواي، فما في مشكلة. بس على الزد ما بيقدر، على الاكس ما بيقدر لانه مثبت بهذا الشكل هون من الثرست بيرنج. فلذلك رح يعمل في هالحالتين قابلين للدوران، هاي هي الإضافة في السؤال. فرح هذا الثرست بيرنج رح يعمل مومنت عكسي يمنع الجسم من الدوران حول الإكس أكسس بهذا الشكل، يعني مش هيخليه يدور حول الإكس. فنفترض إنه في عندي مومنت مثلا عند هون بهذا الشكل، رح يكون رح نسميه مثلا إم إكس. كذلك رح يعمل منع لدورانه حول الزد أكسس. تخيلوا إنه يدور كله كامل يجي هيك أو بهذا الشكل، ما رح يقدر، رح يمنعه، ولهذا رح يعمل مومنت عكسي يمنعه من الدوران حول الزد. مومنت رح يكون بهذا الشكل لنفترض ام زد هيك، وكأنه الجسم بده يدور لهون هو بيعمل مومنت عكسي بهالشكل حتى يمنعه من الدوران. وفي طبعا عندي واضح التنشن الموجود في هذا الكورد أو الحبل، خلينا نسميها تي بي. إذا هاي هي الفورسز اللي عندنا. تمام، فالبداية بتكون من التأمل في السؤال. في عندي هون فورس، في عندي هون تي بي للأعلى على الواي، كل هدول على الزد أكسس، في عندي اف على الزد، في عندي واحد قوة واحدة بس على الإكس أكسس. فببدأ من عندها فبنحكي summation اف اكس بتساوي 0. عندي فقط هاي الفورس، اذا راح تكون اف اكس بتساوي 0.
أو اللي هو بسميناها التسمية العادية على اسم النقطة A، بنسمي هاي A زد ونسمي هاي A X، ما في مشكلة. تمام، الواي زي ما احنا عارفين ما بيعمل سبورت على الواي، لكن لو كان في قوة على الواي من الشكل راح تكون زيرو لو كان في، بس هو فعليا ما في لأنه بيقدر يتحرك على الواي. الآن بالنسبة ل الفورس اف اكس خلص انعرفت، نشوف الآن قوة أخرى. فبالنسبة للزد اكسس في عندي قوتين مجهولات، فلو اشتغلنا على معادلة الزد مش راح نحصل على هاي المجهولات، فبناخذ مباشرة المومنت. المومنت وين؟ حول الزد اكسس على سبيل المثال، حول الزد اكسس لان سميشن ام زد بيساوي، خلينا نشوف الان اف زد واف اكس بيمروا في الزد اكسس، اذا بيعملوش مومنت هون. في عندي مومنت على الام زد، وزي ما احنا شايفين هذا المومنت بيكون عكس عقارب الساعه اللي احنا فارضينه. اذا عندي ام زد بيكون بوزيتيف، الان هاي الفورس اللي هون تعمل مومنت حول الزد اكسس، وبالتالي راح يكون هذا هو الزد عفوا اللي هون موازيه له، موازيه للزد اكسس، ما راح تعمل مومنت عليه. لاحظوا اف والزد متوازيات، اذا ما في مومنت هون. التي بي بتساوي بتوازي الزد اكسس، ما بتعمل مومنت، فاذا راح ينصفي عندي بس مومنت واحده هي الام زد فقط، وهي شو لازم تساوي؟ لازم تساوي صفر. اذا ام زد هون بتساوي زيرو، ام زد بتساوي زيرو، اذا هاي راح تروح. طيب الان ناخذ المومنت على الاكس اكسس، سميشن ام اكس بتساوي صفر. الان الفورسز، الان اف زد هاي زد واف اكس بمروا في الاكس اكسس، والاف اكس طبعا موازيه له ما بتلزمناش. الام اكس بتعمل روتيشن مع عقارب الساعه، يعني عندي ناقص ام اكس زي ما احنا فارضينها، لان هاي الفورسز بتعمل مومنت على الاكس اكسس، وبالتالي راح نحصل على ناقص ام اكس. هاي راح تعمل مومنت ايضا مع عقارب الساعه الاف، اما تي عكس عقارب الساعه، اذا ناقص 80. الان اللاين اوف اكشن بيبعد عن الاكس اكسس 6 فيت، زائد تي بي في نفس اللاين اوف اكشن اللي هو 6، يعني كله بيساوي صفر. لاحظوا انه في عندي مجهولين في هاي المعادله، لو بسطناها شوي فراح يطلع لي انه 6 تي بي ناقص ام اكس بيساوي 480. اذا المعادله فيها مجهولين، ما استفدناش كثير، بس اخذنا هيك الام زد واخذنا الام اكس. ناخذ الان الام واي نشوف شو بيطلع لنا منها، سميشن ام واي. الان هي محور الواي، فلاحظوا انه هاي الفورس اللي هون بيعملوا مومنت حول الواي، لكن انا ما في عندي مومنت من الاي على الواي، واف اكس بتمر والاف زد بمروا في الواي نفسه، اذا ما بيعملوا اي مومنت، فانا عندي بس تو مومنتس اللي هون. فراح يكون الدي بتعمل مومنت، لاحظوا مع عقارب الساعة حول الواي، بس التي بي بتعمل عكس عقارب الساعة، فالتي بي المومنت لها بوزيتيف، لأن تي بي الآن بعد عن الواي اكسس هو 3 ناقص 80، البعد هو بس 1.5 بيساوي صفر لو نقلناها على الطرف الثاني، فإذا تي بي بتساوي 120 تقسيم 3 40، 40 باوند. إذا التي بي انعرفت، إذا التي بي أصبحت معلومة مباشرة، بعوض التي بي هون في هاي المعادلة 40، 6 ضرب 40 240، فإذا ام اكس راح تساوي لو نقلنا هاي هون 480، لو نقلت الام اكس على الطرف الثاني وال 480 على الطرف الأول، فراح يصير عندي 240 ناقص 480، يعني سالب 240، سالب 240 باوند دوت فيت. هذا ايش معناه؟ انه الدوران العكس اللي انا فرضته، فعليا الام اكس راح تكون باتجاه معاكس لعقارب الساعه حول الاكس اكس. بعد ما وجدنا التي بي، الان صف المجهول الوحيد اللي عندنا بدنا نطلعه هو الاف زد، فباخذ معادله الزد اكسس الفورسز على الزد، فبنحكي سميشن اف زد بتساوي صفر. الان الفورسز على الزد في عندي اف زد نفسها لأعلى، في عندنا هون ما في، في عندي التي بي لأعلى اللي هي 40،
ناقص 80 بيساوي صفر. إذا اف زد راح تساوي 40 ناقص 80 ناقص 40 على الطرف الثاني موجب 40، راح تطلع معنا 40 باوند. هاي هي قيمة اف زد نفسها. تمام، هيك بنكون خلصنا البروبلمز الفاندمنتال بروبلمز على تشابتر 5. الآن يا شباب راح نشوف الريفيو بروبلمز على تشابتر 5. في عنا 8 بروبلمز. الأول بحكي لنا اف the ruler at B can sustain a maximum load of 3 kN. إذا في عندي هون راح يكون في عندي رياكشن مقداره بالماكسيمم هو 3 kN، وطبعا اتجاهه راح يكون على هذا الخط. Determine the largest magnitude of each of the three forces F. هذول الF كم مقدارهم باللارجست ماجنيتيود اللي هم that can be supported by the truss. هذا التراس طبعا اذا بنطلع منيح على السؤال بنلاقي انه في عندي هون reactions جاية من A، reaction تاع B معروف واتجاهه معروف، فرح يصفي عندي الفورسز هاي هي المجهولة بالاضافة للفورسز اللي هون. هو ما طلب الرياكشنز تاعون السبورت A، طلب مني بس F، ولهذا افضل طريقة للحل اني اخذ انا المومنت عند النقطة A حولين البوينت A. هذا المومنت معناه ان الفورس هون راح تروح، وبالتالي راح يصفي المجهول الوحيد في المعادلة هي F، لانه F متساويات. فاسهل طريقة لحل السؤال اني اخذ المومنت عند A. لو كان طالب مني الرياكشنز تاعون A بدي اضطر اشتغل بالطريقة التقليدية، اخذ السميشن X وسميشن Y وهكذا. إذن هذا السؤال راح نحكي إنه summation M عند النقطة A بيساوي 0. الآن الفورس اللي هون راح تروح، فراح صفي عندي 3F وفي عندي الفورس تاعت B. إذن في عندي F الأولى، طبعا هي line of action الخط العمودي، فمسافته عن هون هي 6. بدنا نلاحظوا انه F1 و2 و3 كلهم بيعملوا load عكس عقارب الساعة حول A، عكس عقارب الساعة يعني positive. اذا زائد F في المسافة اللي هي 4 زائد F في المسافة اللي هي 2. الان الفورس اللي هون F لو حللتها راح يكون هي، ارسمها انا بالاول عشان يكون شايف انا عن مين بتكلم. هاي نسميها N مثلا، N B او F B ما بتفرق. الفيرتيكال كومبوننت رايحه باتجاه المحور ما بتعمل مومنت، اذا راح يصفي المومنت جاي بس من الهوريزونتال كومبوننت للN B. والهوريزونتال راح لاحظوا انها راح تعمل هي نقطه التثبيت هون راح تعمل دوران مع عقارب الساعه، اذا راح يكون عندي هون ماينس N B في كوساين 45. الآن في line of action هو لاحظوا هاي line of action هون هي x component هو 2، كل هذا بده يساوي 0. إذا 4 و 2 6 و 6 12، إذا 12 f بتساوي الآن ال n b حكالي بالسؤال إنها بتساوي 3 كيلو نيوتن من هون. إذا عندي 3 ضرب 2 6 في كوساين 45، نقلناها صارت زائد، إذا 6 في كوساين 45. إذا F راح تساوي 6 على 12 اللي هي نص، نص كوساين 45. فالجواب 0.354 كيلو نيوتن، يعني 354 نيوتن. هيك أوجدنا largest magnitude of F. تمام، السؤال الثاني. السؤال الثاني بيحكي لي determine the reactions at the supports A and B for equilibrium of the beam. إذا في عندي supports من A وال B. طبعا زي ما احنا عارفين ال A بتعمل X و Y،
forces والبي بتعمل انها بول، بتعمل بس عندي one force في ال z direction. اذا في عندي مثلا ax نعتبرها باتجاه اليمين، مش راح تفرق، انها راح تطلع صفر، فيش عندي forces على الاكس الا هي. والاي واي نعتبره مثلا نحو الاعلى على سبيل المثال، هاي نسميها اي واي. وعندي هون طبعا بي واي نحو الاعلى بهذا الشكل. فانا عندي 3 forces، فرح احتاج لتطبيق 3 معادلات لحل المسألة. واضح البداية تكون من محور الاكس، فسميشن اف اكس بتساوي 0، وبالتالي رح نحصل على اي اكس لحالها ما عندي غيرها على اكس بتساوي 0. طيب ما كملناش احنا تحديد الفورسز. لاحظوا شباب انه انا في عندي هذا الجزء اللي هون، هذا المستطيل اللي طوله 4، في منتصفه بالضبط يعني على بعد 2 متر رح يكون في عندي فورس بهذا الشكل. هاي الفورس قيمتها اللي هي الطول اللي هي 4 ضرب العرض اللي هو 200، 4 ضرب 200 800، اذا في عندي 800. وهي المسافه اللي هي 2 متر من هون و2 متر من هون. بالنسبه للشكل اللي هون، فلو جزأناه ايضا راح يكون في عندي في المنتصف نص الثلاثة اللي هي 1.5 المسافة. الآن المقدار 200 الارتفاع ضرب 3 يعني 600 راح تكون، بس المسافة اللي هون راح تكون 1.5 متر، لأن أنا عندي 2 متر زي ما أنتم شايفين، وهون 1.5 طبعا. الآن راح يكون في عندي another force اللي هي جاية من المثلث اللي فوق، اللي هو ارتفاعه هو 200، هون حكى لي 400 فارتفاعه 200، والقاعدة تاعته هي 3، إذا 200 ضرب 3 600 في نص 300. إذا أنا فيني 300، لأن وين بتأثر؟ على الثلث من جهة القاعدة. إذا في عندي 1 متر من هون راح يكون، يعني في عندي كمان فورس هيك قيمتها حكينا نص ال 200 نص ال 600 اللي هي 300، المسافة راح تكون 1 متر فقط. إذا في عندي 3 فورسز بهذا الشكل. الآن باخذ المومنت عند النقطة A، سميشن M A. ليش أخذناها هيك؟ لأنه لو أخذت معادلة الـ Y في عندي 2 unknowns A Y و B Y، فباخذ السميشن M عند النقطة A بيساوي 0، فراح نحصل على هذول التنتين ما لهم مومنت. عندي 200، عندي 800 بالأول، 800 لاحظوا عند A راح تكون مع قارب الساعة، 600 مع قارب الساعة، 300 مع قارب الساعة، البي واي عكس قارب الساعة، البي واي بس بوزيتيف. فالناقص 800 مسافتها هي 2، بعدين عندي 600 ناقص 600 الآن مسافتها هي 4 زائد 1.5 يعني 5.5 ناقص 300 الآن مسافتها هاي كلها 7 متر، في عندي أنا هون 1 متر من طرف يعني باقي 6 أمتار. إذا 6، وفي عندي البي واي راح تكون بوزيتيف مسافتها هي 7، كله بيساوي 0. إذا البي واي انعرفت، بي واي راح تساوي 800 في 2 يعني ناقص 1600 ناقص 600 ضرب 5.5 ناقص 300 ضرب 6، فالجواب هو 6700 سالب. ونقلها على الطرف الثاني بصير بوزيتيف، قسم على 7 تقسيم 7، فالناتج هو 957. اذا بي واي بتساوي 957، الوحده طبعا نيوتن. هيك اوجدنا بي واي. الآن عندي AX، عندي الـ BY، باقي الـ AY. فمباشرة صارت الخطوة الأخيرة واضحة، بنطبق معادلة summation FY راح تساوي AY، طبعا FY بتساوي 0، وبالتالي AY زائد BY اللي هي 957 ناقص 800 ناقص 600 ناقص 300 كله بيساوي 0. اذا اي واي راح تساوي 957 ناقص 800 ناقص 600 ناقص 300.
743 على الطرف الثاني بصير بوزيتيف، إذا 743 نيوتن هي قيمة الـ AY. هيك بنكون خلصنا هاي البروبلم، بروبلم 2. تمام، الآن نيجي على بروبلم 3. بروبلم 3 بتحكي لي ديتيرمن دي نورمال دي نورمال رياكشن ات ذا رولر اي هون اند هوريزونتال اند فيرتيكال كومبوننتس ات بين بي هون فور ايكوليبريم اوف ذا ممبر. يعني السؤال الكلاسيكي، الان الفورسز اللي عندي راح يكون في بهذا الشكل اي واي، وراح يكون في عندنا هون بي اكس مثلا وبي واي. تمام، لو بدينا بالمومنت حول النقطة بي راح يكون عندي بس مجهول واحد اللي هو الاي واي، وبالتالي بتطلع الاي واي مباشرة. عشان هيك قبل ما ابدا بالحل خليني اطلع اللاين اوف اكشن كم مسافته عن النقطة بي. انا بحتاج اني احلل هذا الجزء اللي هون عشان اعرف المسافة هاي كم، لان هاي المسافة كاملة هي 0.8 و0.4، يعني هي 1.2، يعني هذا كامل 1.2. انا بدي المسافة الافقية تاعته اللي هون، فالمسافة الافقية اللي هي هاي المسافة، لانه هاي المسافة معروفة اللي هي 1.2، اللي هون راح تكون 1.2 في كوساين الستين، 1.2 كوساين الستين. إذن line of action ل AY بعدها عن ال pivot B هو 1.2 plus 1.2 كوساين الستين. تمام، إذن بداية السؤال، بداية الحل راح تكون هي summation M عند النقطة B بيساوي طبعا صفر. ففي عندي اي واي، لاحظوا اي واي بتعمل مومنت مع اقارب الساعة ناقص اي واي. حكينا اللاين اوف اكشن للاي واي مسافته هي 1.2، اخذت عامل مشترك، راح ضل عندي 1 بلس كوساين الستين. هي خلصنا هاي الفورس، لان الفورس الاخرى اللي هي 10 نيوتن نص المسافة، لاحظوا 0.6 زائد 1.2، إذا راح تكون زائد إنها بتعمل مومنت عكس أقارب الساعة 10 كيلو نيوتن ضرب 0.6 بلس 1.2 كوساين الستين. هي خلصنا هاي الفورس، لأن هاي الفورس واضح العمودية على هذا الرد، وبالتالي باخذ المسافة مباشرة اللي هون هي راح تكون 0.4. إذا زائد، طبعا هي بتعمل مومنت عكس اقارب الساعة، زائد 6 في 0.4. طبعا البي اكس والبي واي ما لهم مومنت، اذا كل هذا بيساوي صفر، اذا بيساوي صفر، فراح يصفي عندي المجهول هو الاي واي. فاذا نحسب من هون 0.6 بلس 1.2 كوساين الستين، الناتج 1.2. هذا الكلام كله مضروب في 10 بطلع 12، زائد 6 في 0.4 اللي هي 2.4، 14.4. لما أقولها هناك بتصير سالب، فبدي أقسمها على السالب، بروح السالب على هذا الرقم. إذا تقسيم، نفتح قوس 1.2 في قوس آخر 1 زائد كوساين الستين، فبيطلع الجواب كله قيمته 8. إذن AY بتساوي 8. طبعا كيلو نيوتن. أوكي، الآن تصير العملية أسهل شوي لما أخلص مع عندلة المومنت. فبنحكي
عشان اطلع البي اكس مثلا والبي واي بدي اخذ معادله الاكس اكسس والواي اكسس نفس معادله الاكس. فراح نحكي الان summation if x بتساوي 0. طيب الان هون ما في x، هون ما في x، عندي بي اكس باتجاه اليمين وفي عندي فور جاي من هون. لما نحلل هاي الفورس، خليني ارسم بشكل واضح، هاي الفورس هيك هي اتجاهها. لما احللها للاكس اكسس لاحظوا انه هذا الخط هيك مشترك، هذا هو الاكس اكسس، هذا الخط يوازي هذا الخط، الزاوية هون راح تكون 60 درجة، هاي الزاوية هون 60، إذا هون راح تكون 30. لما أحلل هاي الفور 6 على الإكس راح تكون كوسان 30، إذا راح يكون عندي ناقص 6 في كوسان 30، هذا كله طبعا بيساوي صفر، ما في عندي الإكس غيرهم، إذا بي إكس راح تساوي 6 كوسان 30، 6 كوسان 30. فالجواب هو 5.19 5.2 كيلو نيوتن. هيك أوجدنا بي إكس. ضايل نطلع البي واي، فباخذ معادلة الواي نفس الطريقة. فرح نحكي summation اف واي بتساوي 0. الواي في عندي اي واي نحو الأعلى اللي هي قيمتها 8، في عندي 10 نحو الأسفل ناقص 10، وفي عندي للأسفل هاي الفورس على الواي أكسس اللي هي راح تكون نفسها 6 في سين 30، إذا ناقص 6 سين 30، وفي عندي بي واي نحو الأعلى اللي هي بوزيتيف زائد بي واي، كله طبعا بيساوي صفر. إذا بي واي راح تساوي هذا الكلام على الطرف الثاني، إذا 8 ناقص 10 ناقص 6 سين 30 اللي هي 3 سين 30 نص، فالجواب سالب 5، إذا بي واي تساوي 5 كيلو نيوتن. تمام، هاي بروبلم 3. خلينا نشوف الآن بروبلم 4. السؤال بيحكي لي determine the horizontal and vertical components of reaction at the pin at A. بده هون reaction zone and the reaction of the ruler at B on the liver. على هذا الذراع بده هون عند البي. طبعا عند البي ما دام انا عندي بول رولر ان هيك راح تكون للاسفل هالمرة، تمنعها تطلع. اذا هاي هي الفورس مثلا اف بي بنسميها. عند الاي هون راح يكون في عندي اي واي و AX مثلا لليسر. الآن لو أجينا هون رح ألاقي في عندي هون فورس معطيني مقدارها وزاويتها، إذا رح يكون في عندي F اللي هي 50 الزاوية لحظة مع الواي، إذا رح تكون سين 30 50، طبعا هاي الفورس رح يكون عندي نحو الأسفل بهذا الشكل 50 في كوسين 30 50 50. تمام، هيك احنا رسمنا الفري بودي دايجرام. فالخطوه اللي بعديها اني اطلع هاي المجاهيل. لاحظوا اف بي مجهول، اي واي اي اكس مجهول. لو اخذت انا مومنت عند النقطه A من البدايه راح تخلص من مجهولين، مصفي عندي مجهول واحد فقط. ولهذا نحكي الان سميشن ام عند النقطة A بساوي صفر. فإف بي لاحظوا بتلف مع عقارب الساعة ماينس إف بي، الآن مسافتها هي 18 إنش 18. الآن يجي هون في عندي 50 كوسين 30 عكس عقارب الساعة، الآن هاي عكس ولا مع؟ بمد خط بهذا الشكل ما دامها جاية تحت الخط، إذا عكس عقارب الساعة، لو كانت فوق الخط بتكون مع عقارب الساعة، إذا راح تكون عكس عقارب الساعة، إذا بوزيتيف 50 كوسين 30. الآن مسافة اللاين أوف أكشن هي 20 إنش ضرب 20، وعندي أيضا هون 50 سين 30
اوف اكشن هيك، هاي المسافه اللي هي 14 انش، كله بيساوي 0 يساوي 0. اذا عرفت اف بي، اف بي راح تساوي هذا المقدار وهذا، ونقولهم بصير السالب والسالب بيلغي السالب، اذا هذا المقدار المقسوم على 18. فراح نحكي 50 كوساين 30 ضرب 20 يساوي، نزيد عليهم 50 في ساين 30 ضرب 14 يساوي تقسيم ناتج 18. فرح يكون الناتج اللي معانا هو 67.6 تقريبا باوند، اذا 67.6 باوند، هاي الفورس ان بي. تمام، الان بنروح للمعادلات الاسهل شوي، معادلات الفورسز. فبنحكي summation F X تساوي 0. إذا في عندي 50 ساين 30 ناقص على اليسار ناقص AX، أنا فرضها لليسار، إذا AX راح تساوي ناقص 25. طبعا واضح إنه هي نحو اليمين باوند، إنه المومنت الكومبوننت هون اليسار. summation F Y بساوي 0. إذا عندي FB لأسفل اللي هي سالب 67.6، في عندي AY لأعلى زائد AY، وفي عندي دل أسفل 50 كوساين 30 وناقص 50 كوساين 30 طبعا بيساوي 0. إذا AY راح تساوي مجموعهم على الطرف الثاني بصير بوزيتيف، إذا 67.6 زائد 50 كوساين 30، فالجواب هو 110.9 يعني 111 باوند. تمام، هاي بروبلم 4. خلينا نشوف الآن بروبلم 5. problem 5 شباب هي كالتالي، السؤال بحكي لنا determine x y z components of reaction، إذا بدو x y z components of reaction at the fixed wall A. fixed wall A، طبعا احنا نعرف ال fixed wall شو بيعمل، بيعمل forces and moments كلهم الثلاث x y z m x m y m z. تمام، طبعا ممكن بعضهم يكون صفر، لكن في البداية أنا بفرضهم جميعا. the 150 newton force is parallel، في عندي 150 نيوتن is parallel to the z axis and the 200 نيوتن force is parallel to the y axis زي ما احنا شايفين. تمام، فالآن ما في عندي supports إلا من الوول، فباجي بحكي إذن في عندي ax ay عفوا هاي باليسار نفرضها، في عندي ax واضح راح تطلع هاي 0 تجاه البوزيتيف x، في عندي az بهذا الشكل، في عندي نفرضه كله بوزيتيف، في عندي دوران حول الاكس عكس اقارب الساعة، لما بطلع من جهة الواي بدي اشوف الدوران عكس اقارب الساعة، هذا ام واي، وهون الزد، الزد يكون بهذا الشكل حتى يكون بوزيتيف ام زد. اذا في عندي 6 رياكشنز. تمام، البداية بتكون، شو رأيكم نشتغلهم بالترتيب، ناخذ المعادلات بالترتيب ونشوف اذا في عندي انونز نختصرها مباشرة، بس هو كل السؤال معلوم إلا النقطة هاي، وبالتالي لما أخذ أنا محور راح يكون الباقي كلهم مش موجودين، ولهذا نبدأ بالترتيب. summation fx بتساوي 0، ما عندي إلا ax فقط لحالها، إذن راح نحصل على ax
تساوي 0. summation if y تساوي 0. إذن على y في عندي 200 باتجاه البوزيتيف y، وفي عندي الاي واي ماينس اي واي يساوي 0. اذا تلقائيا اي واي راح تساوي 200 نيوتن. اذا اي اكس صفر والاي واي انعرفت. الان نيجي لمحور زد، سميشن اف زد بتساوي 0. اذا شو في عندي على زد؟ في عندي اي زد، في عندي ناقص 150. إذن A زد تساوي 150 نيوتن. تمام. الآن نروح على معادلات المومنت. فبنحكي summation M X بتساوي 0. إذن هذا محور الإكس. في عندي ام اكس نفسها فرضناها بوزيتيف، طبعا ام واي وام زد على محاورها. الان حول الاكس اكسس لاحظوا انه هاي الفورس بتعمل مومنت وهاي الفورس بتعمل مومنت، في عندي تو مومنتس على الاكس اكسس. اذا راح يكون في عندي هاي، لاحظوا هاي الاكس هون، فهاي بتنزل جسم مع عقارب الساعه، وهون بتسحب الجسم لو مديت خط من الاكس راح تسحبه عكس عقارب الساعه. اذا راح يكون ناقص 150. لاين اوف اكشن بعيد عن الاكس اكسس 2 متر. عندي هون 200، اذا راح تكون زائد 200 زي ما شفنا بتلفه عكس اقارب الساعه. اللاين اوف اكشن بعيد عن الاكس اكسس هذا هو الاكس، راح يكون 2 متر. مش هذا، هذا محور الواي، بس هذا الخط لما امده انا قصدي المسافه هاي اللي هون راح تكون هي نفس المسافه اللي هون 2 متر. اذا 2 متر كله بيساوي صفر. إذا ام اكس راح تساوي 300 وهون 400، ناقص 300 زائد 400 الجواب 400 100. الطرف الثاني راح يصير ايش؟ ناقص 100 نيوتن دوت متر. إذا ام اكس الدوران راح يكون مع عقارب الساعة حول الاكس مش عكس عقارب الساعة. تمام. نشوف الآن ام واي، سميشن ام واي يساوي 0. فعندي انا الام واي نفسها اللي انا افترضتها، افترضتها انا عكس اقارب الساعه حول الواي، في عندي هاي الفورس بتمر في الواي نفسها، وعندي هاي الفورس موازيه للواي، اذا الام واي بتساوي 0، ما في عندي مومنت على الواي. تمام. سميشن ام زد بتساوي 0، هذا الكلام معناه. الان الفورسز اللي بتعمل مومنت على الزد اكسس غير الام زد، ام زد هاي الفورس اللي هون واضح انها مش موازية للزد ولا بتمر فيه، لان المسافة هاي الزد هيك بمده لتحت، فهاي المسافة بين الزد وبين هاي الفورس هي المسافة اللي هون اللي هي نفسها 2.5 متر، 2.5 متر. فرح يكون عندي 2.5 ام زد. لاحظوا انه هاي الفورس بتلف الجسم حول الزد باتجاه معاكس لعقارب الساعة، اذا زائد 200 في 2.5. هاي الفورس اللي هون واضح انها موازية للزد، ما في عليها مومنت على الزد، اذا ام زد ايضا رح يكون نيجاتيف. الان 200 في 2.5 هي 500، رح يطلع الجواب ناقص 500 نيوتن دوت متر. معنى هالكلام انه الاكس والواي المومنت تاعهم عكس عقارب الساعة لما نطلع على هذا المحور نفسه. اذا هذا حل بروبلم 5. نشوف الان بروبلم 6. الآن السؤال بيحكي لنا a vertical force
of 80 pounds اللي هي هاي هون acts on the crankshaft. هذا اسمه crankshaft. Determine the horizontal equilibrium force P. مطلوب نحدد P كم بتساوي. Horizontal اللي موازية لل X axis. That must be applied to the handle and على النقطة التأثير على الهاندل اللي هون. And the XYZ components of reaction at the journal bearing A. إذا في عندي هون A بدنا نطلع ال XYZ components of reactions و thrust bearing B اللي هون. إذا هون عندي journal bearing وفي عندي B thrust bearing. The bearings are properly aligned and exert only force reactions on the shaft. يعني حكى لي السؤال بشكل واضح وصريح انه هاي الفورس هاي السبورتس بتعمل بس ايش؟ بتعمل بس فورس رياكشنز. اذا ما في مومنت لهاي الفورسز، ما في لهاي الرياكشنز، ما في داعي افرض مومنت من السبورتس على الكرانك شافت. تمام. فالبدايه بتكون بتحديد الفورسز، فبنحكي التالي، نحكي ال P واضح انها على النيجاتيف X، فهون طبعا واضح هذا بتحرك على ال Y axis بحرية، اذا الفورسز بتاعت A رح تكون باتجاه ال X مثلا AX وباتجاه ال Z هون AZ بهذا الشكل. في هون فورس اتفقنا عليها، في عندي عند ال B هون كذلك بتحرك على ال Y نفس الاشي، اذا رح يكون في عندي BX ورح يكون في عندي للأعلى BZ بهذا الشكل. إذا في عندي في المسألة 5 unknowns، 5 unknowns اللي هم ال BX و Z، AX و AZ بالإضافة لل B، بالإضافة لل B. تمام. طبعا واضح إنه AY و AZ راح تكون قيمهم صفر، يعني هون ما في عندي أنا A، فال AY بتساوي ال BY راح يكون صفر. لكن في نقطة مهمة، مدام هذا مفتوح من الطرفين إذا واضح ممكن يتحرك، لكن هذا هون مدام مغلق من الطرف اللي هون إذا ما بيقدر يفوت يتحرك على الواي أكسس، وبالتالي بدي أفرض إنه ما بيقدر يدخل لجوا، إذا بدي أفرض في عندي إيش بي واي بهذا الشكل. تمام. طبعا واضح لأنه ما في عندي على الواي غيرها راح يكون قيمتها بتساوي زيرو. أما هون ما نحكي إنه ما في أصلا على البيرنج A ما في عندي A، اذا الثرست بيرنج سمالي ثرست بيرنج B اللي هو بيكون مسكر على الانبوب ما بيخليه يدخل، بينما الجورنال بيرنج اللي بيخليه ايش؟ بيخليه يتحرك. اذا هاي بدنا نشيلها الاي واي، فصفت عندي البي واي فقط. لو واحد فرض انه في عندي فورس راح تكون زيرو طبعا على عند الاي. تمام. اذا في عندي 1 فورس، في عندي 2 فورسز، في عندي هون 2 فورسز او 3 حتى، بس واحده منهم راح تكون زيرو. البدايه بتكون طبعا من سميشن بي واي بتساوي زيرو، سميشن اف واي فورسز على الواي بتساوي زيرو، فانا ما عندي على الواي الا البي واي، اذا بي واي تساوي زيرو، نخلص منها هيك اوجدناها بي واي تساوي زيرو. تمام. الان نبدا في معادلات المومنت، فبناخذ اول شيء المومنت مثلا على هون ناخذه على الواي اكسس، لاحظوا على الواي كلهم منطبقات على الواي، اذا سميشن ام واي بتساوي زيرو. البي زد والبي اكس بمروا في الواي، اي زد واي اكس بمروا في الواي، اذا ما فيش لهم مومنت، فالمومنت راح يكون بس للبي ولل 80 باوند فقط. فهي محور الواي، ال 80 بتنزل من جهه اليسار لتحت، اذا بتعمل روتيشن عكس عقارب الساعه حول الواي، اذا راح يكون في عندي 80. المسافته هاي المسافة اللي هون هي 10 انش line of action. الان هاي البي واضح بتعمل روتيشن حول الواي مع اقارب الساعة، اذا رح يكون ناقص بي المسافة line of action البي، هذا الخط بيبعد عن الواي المسافة العمودية اللي هون اللي هي مسافة 8 انش. 8 انش هاي الواي هيك، بدي المسافة العمودية يساوي صفر، إذا بي راح تساوي 800 على 8 اللي هي 100،
إذن راح يطلع عند الناتج 100 باوند. هيك عرفنا مين؟ عرفنا بي كم بتساوي. الآن شو ضل عندي؟ A Z A X B Z B X. تمام، خلينا ناخذ مومنت على محور الإكس، summation M X شو بتساوي؟ فأنا أخذت هون summation F X F Y عشان ما أنسى F Z M X M Y M Z. إحنا خلصنا F Y وخلصنا ال M Y بهذا الشكل. الآن ناخذ ال M X، هي محور ال X. ف A X و A Z ما لهم مومنت، B Y أصلا صفر، هاي صفر راح تروح. ال B X موازي لل X ما لها مومنت عليه، فصفى عندي بس مين من المجاهيل؟ بس ال B Z. ولهذا راح يكون عندي B Z، لأن B Z راح يرفع اليمين ال X للأعلى، إذا راح يلف الجسم عكس أقارب الساعة. ضرب المسافة تاعته line of action لعند ال X هي 14 و 14 28 انش. الآن ال 80 باوند تعمل مومنت مع عقارب الساعة ناقص 80، لأن line of action هيها بعيد عن ال X مسافة 14. صف عندي ال P، ال P موازية لل X axis فما راح تعمل مومنت عليها، إذا ما في مومنت، إذا صف عندي بس ال B Z لحالها. فراح يطلع عندنا ال B Z بتساوي 14 ضرب 80 تقسيم 28، راح يطلع الجواب 40 باوند. تمام، هيك خلصنا معادلة ال M X. الآن ناخذ معادلة ال M Z، فبنحكي summation M Z بتساوي 0. الآن هذا هو ال Z axis، ف A Z و B Z موازيات له، ما فيش مومنت عليه. A X ما بتفيدني لأنه بتمر في الزد نفسه، ال B Y أصلا بتساوي صفر، ال 80 موازية له. إذا صف اللي بيعمل مومنت على الزد أكسس هو بس ال B X بالإضافة لمين؟ بالإضافة للفورس P فقط. إذا ال B X بتلف الجسم حول الزد مع عقارب الساعة، إذا ناقص B X. الآن line of action عند الزد هي المسافة هاي اللي هي 28. ال P لاحظوا انه هذا هو المحور الزد تحت هيك نازل، فال line of action هو هاي المسافة اللي هي 4 انش، ولاحظوا انه ال P بتدفع الجسم بحيث يدور مع عقارب الساعة حول الزد axis، اذا ايضا ناقص، اذا راح تطلع ال B، راح تطلع ال B negative. P اللي اوجدناها بتساوي 100 ضرب المسافة اللي هي 4 انش يساوي صفر. اذا بي اكس راح تساوي 400 تقسيم، طبعا صارت بوزيتيف وفي نيجاتيف اذا بتطلع ناقص، 400 تقسيم 28. اربعتاش بوينت ثلاث. بس احنا شباب اهملنا 6 انش اللي هون، لاحظوا انه البي بتبعد 4 انش عن هاي النقطة، عن هون لسه في عندي للزد اكسس كمان 6 انش موجودين هون، اذا هاي مش 4، هاي راح تكون 10 انش، 4 انش زائد 6 انش، اذا هون 10، اذا راح يطلع عندي مش 400، راح يكون عندي 1000 تقسيم 28، فالجواب بيطلع 35.7 minus 35.7 pound. هاي هي ال BX. تمام، لاحظوا المسائل تحتاج لقدر كبير من الدقة والتركيز. إذن هي خلصنا معادلة المومنتس كاملة، فصف عندي X و Z معادلات الفورس. فنحكي الآن لو أخذنا ال X summation fx تساوي 0 على محور الاكس، في عندي البي نيجاتيف والاي اكس بوزيتيف والبي اكس اللي هون بوزيتيف، طبعا هي طلعت نيجاتيف اذا هي اصلا للداخل، بس انا ما دام فرضها يمين بعوضها كرمز بي اكس بوزيتيف لان مع البوزيتيف اكس بس قيمتها هي نيجاتيف،
وبالتالي راح يكون عندي البي 100 بالسالب اي اكس باتجاه البوزيتيف اكس موجبة، البي اكس كما هي بعوضها ناقص 35.7. في عندي شيء ثاني على الاكس؟ ما في، اذا فقط 3 فورسز بيساوي صفر، وبالتالي اي اكس راح نحصل عليها بتساوي ناقص ناقص بجمعهم على الطرف الثاني بصير بوزيتيف، اذا 100 زائد 35، اذا 135.7 يعني 136 باوند، واتجاهها زي ما فرضنا. القوة المتبقية عندي هي البي، هي بس الـ A Z، A باتجاه Z، فباخذ معادلة الـ Z summation F Z بتساوي 0. إذا عندي A Z لأعلى، عندي 80 لأسفل، هون ما في، في عندي هون، لا هون في عندي B Z لأعلى، إذا زائد الـ B Z، والـ B Z أوجدناها بتساوي 40 بتساوي 0. إذا هون سالب 40 على الطرف الثاني، إذا A Z بتساوي 40 باوند. تمام، هاي problem 6. شوف الآن problem 7. السؤال بيحكي لنا determine the x y z components of reaction at the ball supports b and c. هاي b هون وهي c هون، بعدين هدول ball supports يعني بيعمل بس باتجاه z axis forces، and the ball and socket a not shown، مش مبين النقطة a، هو كاتب ليها هون هي a، ففي هون مش مبينة بالرسم ball and socket، وبالتالي بيعمل forces in three in three directions. ف المطلوب نطلع ال C يعني F B و F C و 3 forces ل A، A X و A Y و A Z for the uniformly loaded plate. إذا هاي plate uniformly loaded، وبالتالي رح يكون في عندي فورس جاية من هذا اللود اللي عليها. إذا ال forces رح تكون عندنا كالتالي، رح يكون في عندي من ال C للأعلى، أرسمها بهذا الشكل C Y، رح يكون في عندي ايضا عند البي للاعلى، هاي اسمها بي واي نسميها او اف بي، وكذلك في عندي عفوا زد، هذا مش واي، هذا محور الزد، وفي عندي اللود اللي هون طبعا عندي اي اكس نفضها لليسار، وفي عندي اي واي، هاي اي واي إيه، هذا محور الاكس نفرض اي اكس للخلف، هاي اي اكس، وفي عندي اي زد نفرضها للاعلى، هاي هي اي زد بهذا الشكل، هاي زد سي زد. تمام، وفي عندي اللود اللي هون بياثر في المنتصف على الواي وفي المنتصف على الاكس، لاحظوا انه المساحه هي المسافه هاي اللي هي 4 والعرض اللي هو 2، 4 في 2 8، اذا دبليو راح تساوي 4 ضرب 2 8 ضرب اللود نفسه الهايت اللي هو 2 باوند بير فيت سكوير، اذا ضرب 2 فالجواب راح يكون 16 باوند، اذا 16 باوند هذا هو الويت. مكان تاثيره راح يكون في المنتصف، 4 باتجاه الاكس نصهم 2، اذا هاي المسافه هون هي 2، وراح يكون في عندي على الواي المسافه كلها 2 راح يكون منتصفها هو 1 فوت. تمام، الآن صارت الفورسز كلها معينة، الآن ببدأ بالشغل تاعنا. فبنحكي البداية بتكون من خلال معادلة X ومعادلة Y لأنهم كثير واضحين، فبنحكي summation FX بتساوي 0 و summation FY بتساوي 0. على محور X ما في عندي إلا فورس واحدة هي الـ AX فقط، إذا ناقص AX بتساوي 0، إذا AX نفسها بتساوي 0. وبنفس الطريقة على الواي، ناقص AY بتساوي 0، إذا AY تساوي 0.
فصفى عندي هاي اكس راحت واي واي راحت، صفت عندي الاي زد والبي زد والسي زد، عندي اذا 3 فورسز. فبنطبق الان المعادلات اللي عندنا، فنحكي سميشن اف زد يساوي، عندي صفر طبعا، عندي اي زد للاعلى، في عندي الويت بلاش، عندي بي زد للاعلى وعندي سي زد للاعلى وعندي الويت للاسفل، اذا ناقص 16 بيساوي صفر. اذا اي زد زائد بي زد زائد سي زد كلها بتساوي 16. معادلة طبعا واضح ثلاث مجاهيل، بحتاج لثلاث معادلات، يعني بدي كمان معادلتين. المعادلتين هم summation mx و summation my. طبعا ما رح يكون في summation على الزد مومنت لانه كل الفورسز موازية للزد، الاكس والواي انشطبوا صفر، فالقوة كلها موازية للزد، ما في مومنت على زد بالمرة في السؤال. طبعا ننساش ان دبليو لأسفل اتجاهها. اذا summation mx بتساوي صفر. الان على الام A على المحور الاكس، اي زد بمر في الاكس اكسس، فصفى عندي الويت والسي زد والبي زد. لاحظوا انه الويت بيلف الجسم مع قارب الساعه نيجاتيف، بينما السي زد والبي زد بيكونوا بوزيتيف. اذا بي زد مسافتها هي المسافه كامله، لانه البي بياثر على الطرف، هي 2 بعده عن الاكس، زائد سي زد مسافتها هي بس 1. لاحظوا البي السي في المنتصف، منتصف الاثنين، اذا بس 1. والويت اللي هو 16 بيأثر في المنتصف، مسافته أيضا 1، لكن رح يكون ناقص، ناقص 16 و1 كله بيساوي صفر. إذا 2 بي زد زائد سي زد بيساوي 16. هاي معادلة أخرى. تمام. نشوف معادلة الـ MY summation ام واي بتساوي صفر. الان بالنسبه للواي اكسس، الاي زد ايضا المومنت لها بيساوي صفر، فراح يكون عندي البي زد والويت بياثروا في المنتصف والسي زد بتاثر على الطرف كامل، لان البي زد والسي زد بيعملوا روتيشن مع قارب الساعه حول الواي، بس الويت بيعمل عكس قارب الساعه، اذا الويت راح يكون هو البوزيتيف، مسافته هي 2، البي زد راح يكون نيجاتيف بي زد لكن مسافته هي 2 ايضا، سي زد رح يكون نيجاتيف مسافته هي 4، المسافة كاملة لعند الواي اكسس اللي هي 4 فيت، كله طبعا بيساوي صفر. فرح يطلع لنا ايضا معادلتين لو نقلناهم بصيروا بوزيتيف، اذا رح يطلع لي عندي 2 بي زد زائد 4 سي زد بيساوي بوزيتيف بوزيتيف بيساوي 32. لاحظوا 2 بي زد 2 بي زد، اطرحوا المعادلتين من بعض، يعني الثانية ناقص الأولى، راح البي زد تروح، فبصفي عندي 4 سي زد ناقص سي زد، يعني 3 سي زد. 32 ناقص 16 16، إذا سي زد راح تساوي 16 على 3 باوند. هيك السي زد انعرفت. طب البي زد، البي زد راح تكون 16 ناقص سي زد على 2، اذا بي زد راح تساوي 16 ناقص 16 على 3، شوف كيف، ناقص 16 على 3، الكل مقسوم على 2 بيطلع ايضا 16 على 3، اذا بي زد بتساوي 16 على 3 باوند. اذا مين ضل؟ ضل عندي الاي زد، طلعنا البي زد طلعنا السي زد، اي زد هي مجموعهم مع بعض بطرحهم من 16، فإذا رح يكون عندي 16 ناقص 2
ضرب 16 تقسيم 3. فالجواب 16 على 3 أيضا، 16 على 3. إذن كلهم متساويات بيساوي 16 على 3 باوند 5.3. تمام. بقي عندنا المسألة الأخيرة. بروبلم 8. بروبلم 8 تحكي لنا determine the x and z components of reaction at the journal bearing A. هاي المغلق من هون، يعني بيعمل فورس على الواي، على محور الواي. and the tension in chords BC and BD. في عندي BC في عندي حبل هون، وBD عندي حبل. necessary for equilibrium of the rod، اللازمات لاتزان هذا الرد اللي عندي. الآن بدي أنتبه يا شباب بس على الرسم، أنها شوي مش كثير يعني واضحة، لأنه ممكن الواحد يفكر إنه البي هيك فايت باتجاه النيجاتيف إكس التنشن بي دي أو البي سي. فعلياً لا، هم بشكلوا مستوى واحد اللي هو هذا المستوى إذا ملاحظينه، وبالتالي هذا الخيط وهذا الخيط في نفس المستوى اللي جاي عند الإكس بتساوي 2. يعني قيمة X للنقطة C و X للنقطة D و X للنقطة هاي متساوي، X بتساوي 2، إذا هذا كله مستوى واحد. تمام. ولهذا الفورس في التنشن الأول والتنشن الثاني راح تكون بس باتجاه ال Y وال Z. Y وال Z. أوكي. طبعا بدنا نشتغل المسألة بالشكل الطبيعي. أول خطوة بدنا نحدد الفورسز على الجسم. فأنا في عندي في النقطة هون في عندي AY وفي عندي AX وفي عندي AZ. بالإضافة لذلك في عندي البيرينج اللي هون راح يعمل مومنت. لاحظوا انه هذا الجسم هيك بده يلف، فما راح يمنعه انه يلف حول الواي اكسس، لكن راح يمنع انه يلف حول الزد اكسس او حول الاكس اكسس. اذا في عندي المفروض احنا اكس اقارب ساحتي يكونوا بوزيتيف. اذا في عندي ام اكس، طبعا ام اي اكس، وراح يكون في عندي حول الزد بهذا الشكل ام زد، ام اي زد فعليا. اذا هاي الفورسز اللي عندنا بالاضافه للتنشن اللي هون. اذا في عندي هذا التنشن، خلينا نسميها F B D، وفي عندي التنشن اللي هون هذا نسميها F B C. تمام. بصير اني احل السؤال من خلال اني اطلع الفورسز as a vectors، ما في مشكلة، وبصير اشتغلها بشكل عادي على summation F X F Y F Z. نبدأ بالحل. واضح انه في عندي على الاكس اكسس قوة واحدة فقط بس اللي هي اف اكس. في عندي هون قوة باتجاه الزد كي هات، وفي عندي هون قوة باتجاه الواي اللي هي جهة هاي الاكسترنال فورسز. اذا نبدأ بالاكس اكسس، فبنحكي سميشن اف اكس بتساوي زيرو. ما عندي على الاكس الا قوة واحدة اللي هي اي اكس. تمام. الآن نيجي على Z axis محور Z، أو مش كلهم بالترتيب، نيجي على محور ال Y. summation FY بتساوي صفر. الآن بالنسبة لل Y خلينا نركز فيها منيح. في عندي ال AY أنا فرضتها باتجاه اليسار، هاي راح تكون نيجاتيف، إذا ناقص AY. وفي عندي على ال Y axis هون ما في، في عندي F2 هي 350 باتجاه اليمين، إذا زائد 350 باتجاه اليمين. بالإضافة لذلك في عندي FBD مركبتها باتجاه الإكس. لاحظوا لو أنا شكلت مثلث هون، هاي المسافة، لاحظوا هاي بداية الخط هون ونهايته هي هون، هون النهاية، فهي 3 متر بس الارتفاع، ارتفاع الخط اللي هو 4 زي ما أنتم شايفين. الرسمة شوي صعبة، فأنا عندي 4 الارتفاع والعرض اللي هو 3،
إذا هاي المسافة راح تكون الوتر طبعا 5 3 4 5. إذا أنا عندي الخط العمودي اللي هي القوة لفوق راح تكون FBD في 4 على 5، والقوة الأفقية اللي أنا بدي إياها الآن راح تكون اللي هي باتجاه الواي راح تكون زائد FBD في المجاور اللي هو 3 على 5 اللي هي 0.6. تمام، نفس الطريقة البي سي، لاحظوا أيضا 3 والارتفاع اللي هون راح يكون هو نفسه 4 لنفس المستوى التنتين، والوتر راح يكون 5. إذا راح تكون بس نيجاتيف لأنها باتجاه اليسار، ناقص اف بي سي في 0.6. هاي هي الفورسز اللي على الواي اكسس، اي واي وال 350 والتو كومبوننتس، هذا كله بيساوي صفر. إذا راح نحصل على خلينا نرتب الفورسز، عندي اف بي دي في 0.6 ناقص اف بي سي في 0.6 ناقص اي واي يساوي 350. هاي معادلة فيها ثلاث مجاهيل، مش راح استفيد منها حاليا. فبنكمل، بنروح وين؟ على محور الزد. الزي اكسس في عندي زد للاعلى اللي هي اي زد، وفي عندي 800 للاسفل اللي هي ناقص 800، وفي عندنا التو كومبوننتس اللي باتجاه زد الفوق، لان الفوق راح يكون ساين الزاويه اللي هون هي راح يكون 4 على 5 اللي هي 0.8 اللي هي الساين الزاويه حتى ناخذ الكومبوننت اللي على الزد. اذا راح يكون في عندي زائد اف بي دي في 0.8 زائد اف بي سي في 0.8، لانه الزاويه هاي هي نفس الزاويه هاي. شوف المقابل 3 والمجاور اللي هو هذا الضلع اللي هو عباره عن 4، سواء هون او هون نفس المستوى مره اخرى بنحكيها. هذا كله بيساوي صفر، بيساوي صفر. وبالتالي لو رتبنا المعادله راح نحصل على اف بي دي في 0.8 زائد اف بي سي في 0.8 زائد اي زد يساوي 800. معادلة فيها ثلاث مجاهيل، صار لي معادلتين بأربع مجاهيل. تمام، إذا بدي معادلة أخرى. فالآن نروح على معادلات المومنت، فبناخذ المومنت على الإكس أكسس في الأول، summation mx يساوي صفر. الآن summation mx هذا هو محور الإكس، في عندي mx اللي أنا فرضها هون، mx أنا فرضها بدوران يكون مع عقارب الساعة، هاي الـ mx. الآن ax ay az منطبقات على أو بدخلوا في محور الإكس، ما فيش لهم مومنت. الآن نيجي هون، لاحظوا إنه الفورس اللي هون بتمر في الإكس أكسس، إذا ما في لها مومنت. هاي الفورس F1 إلها مومنت على الإكس أكسس لأنها بتحاول تلف الجسم مع عقارب الساعة، إذا رح يكون في عندي ناقص 800، لأن هاي المسافة اللي هي 6 أمتار line of action بعده عن الإكس، إذا 6. كذلك لاحظوا إنه الإكس كومبوننت للإف بي سي والإف بي دي بمروا في الإكس أكسس أكيد، عفوا الواي كومبوننت، لو كان لهم أصلا إكس كان موازيات الإكس ما لهم مومنت، ما في إحنا أصلا هون إكس كومبوننتس. فالواي كومبوننت هاي محور الواي، فالواي كومبوننتس هون وهون موازيات للواي بمروا في الاكس، اذا ما في لهم مومنت. فصف المومنت لمين؟ للاف بي سي العموديات اللي باتجاه الزد اكسس بلفوا الجسم عكس عقارب الساعه، اذا رح يكون عندي بوزيتيف مومنت، اذا رح يكون في عندي زائد هون اف بي دي في 0.8 ان اللاين اوف اكشن هو 6 في 6 زائد اف بي سي في 0.8 في 6 ايضا في نفس المكان بياثروا لهم نفس البعد ويساوي صفر. هذا هو ايش؟ هذا هو الام اكس. اذا في عندي 4 مومنتس،
الآن لو رتبنا المعادلة راح نحصل على التالي، راح نحصل على FBC أو FBD بالأول، FBD 0.8 ضرب 6 اللي هي 6 في 8 48 اللي هي 4.8 زائد FBC نفس الرقم 4.8. الآن عندي زائد MX يساوي 48 مع صفرين 4800. إذن أيضا المعادلة فيها ثلاث مجاهيل، لكن لاحظوا FBD FBC مشترك فيهم الثلاثة، هون AY هون AZ هون MX، إذن هاي المعادلات صار فيها مجموع خمس مجاهيل، ثلاث معادلات خمس مجاهيل طبعا بنحلوش، فبنضطر نروح وين الآن على summation MY، نشوف الـ MY هذا هو الـ Y axis. فالكومبوننتس اللي على الواي لاف بي دي واف بي دي موازيات للواي، ما لهم مومنت. ايضا راح اخذ العمودي، العمودي للاعلى بيرفع الجهه اليسار الواي بلفه مع عقارب الساعه، اذا راح يكون في عندي ناقص اف بي دي في 0.8 اللي هي الكومبوننت نفسها، في اللاين اوف اكشن هي المسافه اللي هون، المسافه اللي هون هي 2، هي 2 متر زي ما انتم شايفين هذا الخط، بعيد عن هذا الخط مسافة 2 متر، إذا في 2 ناقص FBC في 0.8 في 2 كذلك. هيك خلصنا هاي الفورسز اللي هون. نيجي على هاي المنطقة، X طبعا صفر احنا طلعناها من البداية. الزد بتمر في الواي ما إلها مومنت، الواي طبعا أكيد ما إلهاش مومنت، في عندي ما في هون MY، إذا راح يصفي عندي بس 2 مومنتس فقط. إذا معادلة الـ MY راح تكون 2 مومنتس فقط، لكن في عندي الـ F1 800 نيوتن، 800 بتلف الجسم عكس عقارب الساعة، إذا رح يكون عندي زائد 800 مسافتها أيضا هي 2، كله رح يساوي صفر. إذا 2 تروح مع الـ 2 مع الـ 2، لو نقلنا FBD و FBC على الطرف الثاني فرح نحصل على FBD زائد F بي سي بيساوي 800 عم نقسم على 0.8 راح يطلع الجواب 1000 نيوتن. الآن شو كيف بدي أستفيد من هاي المعلومة قبل ما أروح أعمل معادلة أخيرة؟ شو بدي أستفيد منها؟ إف بي دي زائد إف بي سي بيساوي 1000. طب لاحظوا هون شباب، لو أخذت أنا هون 0.6 عامل مشترك FBD زائد FBC اللي هي هون ناقص، هون رح يكونوا عكس بعض الطرح. هاي أي معادلة؟ نتأكد هاي معادلة الواي، أكيد على الواي هم عكس بعض، هون ما بتلزمنيش، بتلزمني هون FBD FBC لو أخذت 0.8 منهم عامل مشترك FBD زائد FBC عبارة عن 1000، إذا 0.8 ضرب 1000، واضح كيف؟ إذا رح يطلع لنا لو طبقنا او عوضنا هاي المعادلة هون 0.8 عامل مشترك، فراح نحصل على 0.8. اذا هاي جاي من تطبيق هاي المعادلة هون، 0.8 ضرب FBD زائد FBC اللي هي 1000 زائد AZ بيساوي 800. 0.8 في 1000 هي 800، وهون 800 اذا واضح AZ تساوي 0، إذن AZ تساوي صفر. هيك أوجدنا AX وأوجدنا AZ. AX و AZ ضايل عندي AY والمومنتس والفورسز نفسها. تمام، نفس الطريقة لو أخذنا هاي المعادلة عوضناها هون، فأخذنا 4.8 عامل مشترك في 1000 زائد MX يساوي 4800. إذا MX كم راح تساوي؟ لو ضربنا 4.8 ضرب 1000 4800، هون 4800، إذا MX راح تطلع بتساوي أيضا صفر.
ام اكس بتساوي 0، اذا اي اكس راحت، اي اكس بتساوي 0 واي زد بتساوي 0 وام اكس بتساوي 0. اذا شو ضل عندي؟ ضل عندي اي واي ام زد التو تنشنز اللي هون، اي واي وام زد. تمام، المعادله الاخيره اللي بدنا نطبقها هي سميشن ام زد بيساوي صفر. شوفها في الرسمه اللي عندنا، هذا هو محور الزد. الان عندي ام زد كان بوزيتيف، اوكي هون ما في عندي مومنتس. لاحظوا انه هاي الفورس بتمر في الزد اكسس، اذا ما في لها مومنت. هاي الفورس موازيه للزد اكسس ما لها مومنت. الكومبوننتس العموديات ما لهم مومنت، فصفى عندي الواي كومبوننت والواي كومبوننت لهدول التو فورسز. اذا اف بي سي الكومبوننت اللي على الواي راح تلف الجسم مع عقارب الساعه، اف بي دي راح تلف الجسم عكس عقارب الساعه. اذا اف بي دي راح تكون حوالين زد اكسس راح تكون بوزيتيف، والبي سي راح تكون نيجاتيف. اذا ناقص اف بي سي، اف بي سي طبعا في بوينت 6 اللي هي الكومبوننت. الان في اللاين اوف اكشن اللي هو 2 متر ضرب 2 زائد اف بي دي في بوينت 6 اللي هي 3 على الوتر 5. انا بدي الاكس كومبوننت، الواي الافقيه يعني الواي كومبوننت في اللاين اوف اكشن ايضا هي 2 متر عن الزد اكسس، كله بيساوي صفر. فراح نحصل على التالي، نرتبهم اف بي دي ضرب 1.2 ناقص اف بي سي ضرب 1.2 زائد ام زد كله بيساوي صفر. تمام، شيل هاي، صفت عندي مسألة رياضيات بحتة. خلينا نشوف بس المعادلات اللي عندنا. احنا اوجدنا اي زد هاي بتساوي صفر، واوجدنا ام اكس اللي هون بتساوي صفر. تمام، و اي واي احنا لسه ما اوجدناها اللي هون. في عندي هون 0.6 اف بي دي 0.6 اف بي سي، وهون عندي اي واي. لو اخذت ال 0.6 عامل مشترك بصفي عندي اف بي دي ناقص اف بي سي. لو طلعنا على هاي المعادله الاخيره اخذنا ال 1.2 عامل مشترك راح يكون عندي اف بي دي ناقص اف بي سي، وبالتالي نفس المعادلات تماما. اذا انا بقدر الان احل المعادلات بحيث احصل على قيم المجاهيل اللي عندنا. بتلاحظوا شباب انه شوي هيك المعادلات معقده، لانه كانه في عندي هيك معلومه او شيء زياده احنا حاطينه في المعادلات. بس ترجع للسؤال وتقرأه كويس، شوفوا كيف يعني فهم بسيط لمعلومة بشكل خاطئ بيأدي لك انه المسألة تسكر في وجهك. حكالي هون ايش؟ حكالي journal bearing and a. journal bearing يعني اللي بيسمح للحركة للأنبوب من خلاله، وبالتالي مش راح يعمل اي مومنت عليه. زي هون حكى لي جورنال بيرنج اي، اذا اي كان بيسمح الحركه بالدخول والخروج. ما حكى لي الثرست بيرنج مسكر الموضوع. اذا هون ما في عندي انا اصلا فورس باتجاه الواي عند النقطه اي. وبالتالي لو رجعنا على المعادلات تاعتنا وشلناها من المعادله اصلا، هاي التغت شلناها من المعادله، راح يصير عندي لاحظوا اف بي دي في 0.6 ناقص البي سي 0.6، خذوا ال 0.6 عامل مشترك راح يصفي عندي انه اف بي دي ناقص اف بي سي بيساوي 350 تقسيم 0.6. فالجواب هو 583.3. هاي الاف بي دي ناقص اف بي سي لو عوضناها هون في هاي المعادله، خذوا ال 1.2 عامل مشترك شو بصفي عندي؟ اف بي دي ناقص اف بي سي، هون طبعا ام زد. اذا راح نستنتج الان انه ام زد راح تساوي
اف بي دي ناقص اف بي سي اللي هي 583 ضرب 1.2. اذا 1.2 ضرب الناتج طلع معنا 700. اذا ام زد راح تساوي سالب 700. هيك بنكون اوجدنا ax، الاي واي اصلا صفر، اي زد اوجدناها، ام اكس بتساوي صفر، ام زد بتساوي سالب 700. ايش المجاهيل اللي ضلت؟ المجاهيل اللي ضلت هي بس اف بي دي واف بي سي. فلو اخذنا معادلتين اللي قدامنا وحليناهم، هاي المعادلة الأولى اف بي دي ناقص اف بي سي بيساوي 583.3، المعادلة الثانية هي هاي اف بي دي ناقص اف هاي اف بي سي بيساوي 1000. الآن بجمع المعادلتين مع بعض راح تروح الـ FBC، يعني 2 FBD بيساوي 1583.3 تقسيم 2، فراح تكون FBD بتساوي 792 نيوتن. نفس الطريقة بنطلع اف بي سي، اف بي سي راح تكون 1000 ناقص هذا الجواب، اذا 1000 ناقص انسر بيساوي 208.35 نيوتن. اذا معلومة واحدة بس دخلها على المعادلة بشكل خاطئ تصب لك المسألة كلياتها، شوف تسلسل في الحل، ترتيب، دقة، لكن معلومة واحدة غلط. فإذا نميز شباب بين البيرنج وبين الجورنال بيرنج وبين الثرست بيرنج. الثرست اللي بيمنع الحركة وبالتالي بيكون في عندي فورس على نفس المحور، زي هذا السؤال حكي لهم ثرست بيرنج ات بي، إذا بي مسكر من هون، إذا بده يكون في عندي بي واي. بينما الجورنال بيرنج اللي ما في حركة على هذا المحور، ما في مانع انه يتحرك وبالتالي ما بيعمل سبورت، ما بيعمل رياكشن على هذا المحور. كذلك هون حكى لي ايش جورنال بيرنج، اذا بيقدر يتحرك الجسم زي هون، اذا ما في عندي فورس مانع الحركه، ما في رياكشن من هذا السبورت على محور الواي. هيك يا شباب بنكون خلصنا الشابتر 5 بشكل كامل. يعطيكم العافيه.